كابتن احمد، يعني النهارده انت مبسوط؟ لا هو انا مبسوط، بس في بس حاجه بس اتفضل. انت سالت اتفضل. على خروج زيزو ونزول شيكابالا، النوعيه بتاعت كره القدم لما شيكابالا بيلعب على اليمين مكان زيزو، زيزو من نوعيه اللعيبه اللي بياخد الكوره وبيروح، ما انا عشان كده انا بقول لك الشوط الاولاني كان زيزو ومصطفى شلبي فاتحين الملعب بشكل قوي جدا، فكانوا مؤثرين في النواحي الهجوم. شيكابالا لازم يعني ما عندوش الحته بتاعت اللي هي روح على الخط قوي الا بمساعده الباك رايت. صحيح. فشيكابالا لعبه اكتر من اكتر لعبه اللي هو اللي هي السقطه، كره السقطه من على الشمال دي. ففي اختلاف طريقه اللعب بيحصل، ايوه في اختلاف فني بيحصل في الاداء. ممكن يحصل شويه لما الكره بتيجي لشيكابالا وهو بيلعب بيحصل شويه هبوط شويه في الاداء. زيزو بياخد الكره بيجري على طول على قدام، شيكابالا بياخد الكره بيخش على جوه يقف، فبيحصل تغيير شويه في الاداء الفني. ده مطلوب وده مطلوب، يعني النوعيه دي من الكره مطلوبه والنوعيه دي من الكره مطلوبه، اللي هي ان انت تلعب على قدام على طول وساعات ان انت تغير اتجاهات اللعب. فانت دلوقتي يعني الاثنين ما ينفعش يبقوا موجودين مع بعض في الملعب؟ لا ينفع يبقوا موجودين مع بعض، بس هو المشكله ان انت هتغير طبيعه لعب حد فيهم. يعني انا زيزو بيلعب على اليمين وشيكابالا بيلعب على اليمين، ولكن الاثنين بيعرفوا يلعبوا اللي هي باللفظ الدارج بتاعنا عشرة. صحيح. بيخشوا الملعب وبيلعبوا، بس انتاج زيزو انتاج زيزو بيقل جدا لما بيغير المركز اليمين. صحيح. وشيكابالا لما بيروح ناحيه الشمال بيقل برضه؟ لا مش يروح ناحيه الشمال، شيكابالا بيلعب كويس في المنطقه كلها من اليمين لغايه الناحيه الشمال، واخد بالك ازاي؟ ده مختلف، ده نوعيه لعيب مختلفه. يعني مثلا مصطفى شلبي النهارده يمكن وليد بيقول ايه مصطفى ما بيخشش، بس النوعيه بتاعته موجوده، النوعيه بتاعته مهمه جدا. اللعيب اللي عنده المقدره على انه يخترق الخطوط ده ويوصلك لاخر خط في الملعب ده مهم جدا. فبتختلف النوعيه، يعني انا لو عندي واحد بيلم زي مثلا عمر جابر، انا قلت لك عمر جابر على الشمال، حتى الجول اللي اتلعب اللي عمله عمر جابر كان برجله اليمين من قلب الملعب، نوعيه موجوده في اللعب، لكن النوعيه الاكتر اللي هي ايه بتاخد الكره بالذات اللي على الخط وتروح وتلعب الكره العرضيه، وده شيء بيبقى ايجابي جدا. لكن شيكابالا من النوعيه اللي بيستخدم رجله الشمال جيد جدا، عنده اللي هي الحاسه بتاعت انه يوصل الكوره للعيب دايما برضه. فانت دلوقتي بتمتلك نوعيه كتير زي احمد حمدي، احمد حمدي بان لما لعب انه لعيب كويس. صحيح طبعا، انه لعيب بيعرف يتحرك وبيطلب الكوره، هو لسه يعني اول مره يلعب ويرتدي تيشيرت الزمالك النهارده، فبرضه الموضوع لسه، انما باين انه زي الولد اللي هو الافريقي لمساته جيده جدا. صحيح. صحيح. لما هياخد ثقه هيبقى لعبه على قدام اكتر، خد بالك من القصه دي كمان. صحيح. فانا شايف تغيير نمط اللعب، دائما بيحدث تغيير في نمط اللعب عندما يتغير اللاعبون. انت تلعب في نفس المركز اللي انا بلعب فيه، بس انت طريقتك غير طريقتي، خد بالك بنلعب في نفس البوزيشن، واخد بالك ازاي؟ لكن انت لعبك ممكن يكون على قدام اكتر مني، فيبان ان في تغيير في الاداء. صحيح. فانا شايف ان المدرب اللي هيستطيع انه يتعامل مع هذه النوعيه من اللعيبه، لان طبعا انت غايب عنك كتير، يعني معلش انت على اللي احنا شفناه النهارده واللي شفناه في ماتش الاسماعيلي لسه ناقص كتير. يعني انت فتوح لما يرجع ان شاء الله بالسلامه هيفرق جامد مع تمنياتنا بالشفاء لعبد الشافي طبعا ان شاء الله. فتوح برضو ناحيه الشمال هيبقى حاجه كبيره جدا، ناحيه الشمال هيساعدك طبعا، واخد بالك؟ ناحيه اليمين لما الباك رايت يبقى موجود، الباك رايت هيساعدك كتير. هيبقى عندي عمر جابر، هيبقى عندي نيمار استخدمه في هو ده الكلام. فانا زي عايز اقول ايه، تغيير شكل اللعب عشان الناس ما تقلقش النهارده، لان الماتش فعلا كان قوي جدا وبعدين قل شويه. هو انا بقول قل ليه؟ لان تغيير نوعيه اللعيبه اللي لعبت، الجداد لسه عشان اول مره يلعبوا فلسه مش واخدين، واخد بالك؟ وشيكابالا بدل زيزو، لان شيكابالا له نمط، حتى الجول الكورنر، ما هو الجول الثاني بتاع ناصر المنسي كورنر من شيكابالا كانت داخله جول بالظبط، يعني هي كانت داخله جول الاول. فقيمة اللعيبة دي لازم أنا استغلهم كمدرب، ودي هتبقى قيمة المدرب، المدير الفني اللي يستطيع يتعامل مع هذه النوعية من اللعيبة.